إذن عدنا إليكم من جديد مشاهدينا بعد هذا التقرير المشوق. هبة، شنية الفطور اليوم؟ أنا اللي بدي أسألك لأنه أنا من متابعين صفحتك يا أمين، واليوم ما كنت منزل أي شيء عن إفطارك. ما اليوم لأنه فقط جيت ديريكت، ما افطرت جزمي. أنت شاطر بالمطبخ يعني، من الطراز الأول. وأنت عندك خبر اليوم عنده علاقة بالمطبخ ومش يسهل حياة الأمهات. حيسهل حياتك كمان كل الشباب العزبية. يلا خلنا نكتشفوا خبر اليوم. شكرا. سنطبخ أو سنأكل اليوم؟ سؤال يتكرر طرحه دائما من قبل سيدات ورجال كثيرين بغية معرفة وجبة طعام الغداء الرئيسية التي سيأكلونها لوحدهم أو يجتمعون لأجلها مع أفراد عائلتهم. ولكن مع تكنولوجيا الثلاجات الحديثة لن يضطر المستخدمون حتى للتفكير في الوجبات لأن الآلات ستفعل كل شيء نيابة عنهم. من هنا سنضيء اليوم على ما طرحته كل من شركتي سامسونج وإل جي من أحدث منتجاتهما في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، ومن بينها ثلاجات ذكية تقترح وصفات طعام وفقا لمحتويات الثلاجة. الثلاجات الذكية الحديثة التي تم طرح مؤخرا تتميز بتقنية مختلفة للذكاء الاصطناعي، لا تتعرف فقط على الطعام الموجود في الداخل وإنما ترسل تحديثات للهواتف الذكية، ولكن أيضا تقوم بوضع اقتراحات بشأن الوجبات بناء على المكونات المتاحة. ما هذه الثلاجة الإبداع معناه؟ يعني الفكرة صراحة جميلة، والفكرة في نفس الوقت دائما تخلي تكنولوجيات الحديثة اللي قاعدة تدخل وتتغلغل في حياتنا بشكل كبير دائما تطلع لنا بأفكار جديدة بعيدة علينا. أنا من الناس الذي لا أشجع. عن جد؟ أي ما تستغربش، لأنه نعتبر أنه دائما الإنسان أنه هو يقوم بأكله أحسن من أنه آلة أو حاجة معينة هي اللي تعطيه الطبق مباشرة. لا يعني هي مش رح تعطيه طبق، هي حتقترح عليه شو يعني. حتى ولو يعني تقترح عليه ماشي، نحس أنه الإنسان لازم هكا يفكر شوي، طبعا هذا رأيي الشخصي، ولكن في الآخر الفكرة جميلة تساعد برشا ناس. هذه تعرف شكون تساعد خاصة؟ مين؟ تساعد ال 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 النساء اللي مازالوا ما دخلوش في مرحلة الزواج، خاصة من الجيل الجديد، لأنه 60% منهم ما يعرفوش يطبخوا. هاي رسالة مبطلة كأنها. رسالة من تحت لتحت. إذا خليني أنا أخبرك كمان، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فهي التحديثات بتعني بحسب الصحيفة أنه مستخدمي ثلاجات سامسونج وإل جي سيحصلون على المساعدة لتخطيط الوجبات التي يتم إعدادها خلال الأسبوع. هذا وتقوم بعض الثلاجات المعروضة من إحدى الشركتين مشاهدين أيضا بإجراء مراجعة لمحتويات الثلاجة، وترسل إشعارات بالمكونات الناقصة مع مقترحات بالمتاجر المحلية التي يمكن التسوق منها. بعتقد أن هذا الموضوع مهم جدا، يعني كثير مرات بتكون راجع من الشغل مش عارف إذا عندك يعني هاي المكونات أو لا، فصارت الأمور أسهل، يعني ممكن أنك تطلع على ثلاجتك من جهازك المحمول. طبعا في هذا عندك الحق، أكيد صحيح، لأنه هذه حاجات تساعد أو تسهل الحياة وتقصر الوقت طبعا نظرا إلى السرعة الكبيرة اللي نعيشوا فيها في حياتنا. هذه الحاجات اللي تساعد، ولكن يبقى ديما الإنسان قد يكون أنه عنده هكا أفكار حسب شهيته هو. صحيح. ولكن احيانا صحيح يغرق الانسان في مشكلة انه اكيد هالنوع من الثلاجات مش رح تقترح عليك الكسكس التونسي ولا بطبيعه الحال هذا مش تقترح عليك الاكل اللي موجود بكل مطاعم العالميه. صحيح. او الدوليه، الاكل اللي موجود بكل الدول معناها هو نفسه بنفس الطريقه. فكره جميله وعلى امل انه مش نلقاها اكيد موجوده في مجتمعاتنا، وسعرها قد يكون غالي. غالي السعر. هذا مهم جدا يعني. هذا ما لازمش يفكروا فيه انه من الحاجات اللي جهزوا بها البيت بعد الزواج. لانه غالي هيدا لحاله بجهزوا البيت بالثلاجة.